سلام، اليوم راح يكون عندنا ان شاء الله مقطع مثل ما يقولون الراحة النفسية. هي اشياء غريبة نقدر نقول، يعني في بعض اللقطات الحلوة، بس في النهاية هل هي تجيب الراحة النفسية؟ ما ادري. الجواب عندكم. ايش فيني مضيع من البداية؟ كتبوا تحت في الكومنتات اذا تحسون انه يجيب لكم الراحة النفسية هذا الشيء ولا لا. عندنا شخص هنا قاعد يقص المناديل. اوكي، مناديل بس عمالقة. جالسة تلعب كرة قدم بالجوال حقها. والله مبدعة بشكل، والله مبدعة بشكل. نايس. قاعد يرمي قبعات وقاعد يجمعهم. عرفتوا حركة اللي تاخذ لك كور وترميهم ويرجعون؟ بس هذا بقبعات. لاحظتوا شيء؟ اول ما ركبهم صار انه ما يبان انهم مركبين. ايوه، هاي كيف يسوون المخمه؟ هني قاعد نشوف كيف يسوون المخمه بالضبط وكيف تستوي. هو انا بقول لكم شيء، انا ما ادري هي تجيب الراحه النفسيه ولا لا، بس تحس المقاطع، هذا النوع من المقاطع يجذبك انك تطالع تقريبا كامل، يعني تقعد تنتظر وتتابع الشيء اللي قاعد يستوي. يعني شوفوا هني صراحه لما اطالع هذا الشيء احس انه شيء ممتع، انا قاعد استمتع في الشيء اللي قاعد اشوفه فعليا. والله عادي، تخليني 5 دقائق واطالع عادي، ما عندي مشكله. ايوه. يعني في اشياء رهيبه فعليا. اوكي، هني نشوف ابداع في الرسم، كيف الشخص ممكن يكون فنان في اشياء بسيطه. وش ده؟ على في البدايه على بالي جلد احد قاعد يتقصص، طلع لا شكله كرسي او شيء، شكله كرسي يمكن قاعد يضبطونه او شيء، والله ما ادري، بس هذا اللي قاعد اشوفه انا. الى متى ما قاعد يخلص كرسي؟ صح، لا والله طبل. هذا اظن ماي في شويه طين، فبان كانه كرات. قاعد يورونا كيف فعليا ماي في طين يستوي كريات بهالطريقه. عسل. انا من الناس اللي يعشقون العسل بشكل مو طبيعي، كل يوم لازم اكل عسل. هذا مقطعنا بشكل كامل، اذا كنت جديد على القناه لا تنسى انك تشترك وتفعل زر الجرس والتنبيهات، لا تنسون بكره ان شاء الله عندنا بث على تطبيق لاين لايف، كل الروابط موجوده تحت في الوصف او الديسكربشن. نشوفكم على خير باذن الله في مقاطع اخرى، ومع السلامه. اللايك امره مهم، طقه ولا تهتم، انضم لجيشنا الخرافي اللي يقال عنه فخم، يسيطر على امم، هذا جيشنا يا عم، والاسيار اسطوره تتناقل على كل فم. باشتراكك تنضم وهذه اسهل وسيله، قناه للصغار والكبار وتعتبر جميله، تقدر تشترك في لحظه تراهي ما هي حيله. اما